البارح كانت عطاتنا الخميره البلديه، بزاف ديال المستمعات كانوا قالوا على اننا نعاودوها ان شاء الله، غادي نعطيو بزاف ديال الوصفات. كاين ملكه ام ساره، كاين الحاجه كبيره ان شاء الله، بزاف المستمعات ان شاء الله غادي يعطيونا الطريقه ديالهم في الخميره البلديه، لانه تبارك الله بالنسبه للاقتراح ديالي لام ياسين عطاتو لنا باللبن. اللبن هو الصراحه قد ما كيحماط قد ما هو صحي للجهاز الهضمي، يعني هذه معروفه لدرجه انه ملي كتكون فينا التخمه وما لقينا حتى شي حاجه في الثلاجه ما يحتاج اننا نشربوا المشروبات الغازيه ولا المشروبات الاخرى اللي كتهضم. بمجرد ما كنشربوا كاس ولا جوج ديال اللبن اللي كيكون يعني حامض، يعني كنحسوا يعني لا المعده ديالنا ولا يعني سبحان الله العظيم، وكانه خدينا يعني واحد الدواء، ولو كانه يعني كيهمد علينا هذاك التخمه، اولا مثلا شي حاجه مثلا كليناها ما وافقتناش. يعني اللبن معروف، وحتى في مناطق يعني في البوادي معروفه هذه القضيه. بالنسبه ماشي كلشي كيقدر على ديك الحموضه اللي كتكون في الخميره واللي كتكون غالبه، هي زوينه صحيه ولكن ماشي كلشي كيقدر عليها، فغادي نحاولوا نعطيو اقتراحات اخرين ديال الخميره البلديه. بالنسبه للاقتراح كنت كنتكلم البارح على الخميره البلديه مع العائله ام ياسين، قالت لي انا كنعجنها في الليل، لانه الا درناها احنا بغينا نبقاو في كل ما هو طبيعي. الا درنا الخميره البلديه بوحدها ما درناش الخميره المعجونه، ما كغاديش تخمر لينا بسهوله لانه غادي تعطل بزاف. وفي نفس الوقت الا درنا الخميره البلديه مع العجينه المعجونه مع الخميره ديال الخبز، يعني ما عندها فائده نستافدوا من خميره حاجه اللي هي بلديه ونزيدوا لها حويجات اللي هما مصنعين. فممكن على انكم كيف كدير لها ام ياسين، وفعلا البارح بعثت لي بالفيديو يعني في الصباح، هو انه كتعجن في الليل يعني قبل ما تمشي تنعس يعني في العجانه بسهوله، يعني كدير غير داك الطحين ديال القمح بالمخاله ديالو، وكدير كاس ديال الخميره البلديه وكتجمع بالماء، ما كدير لا ملح لا والو حتى الغدلي صافي، وكتخلطها وكتخليها يعني حتى كتخمر، كتغطيها وتخليها يعني كتجمعها وكتخليها حتى كتخمر مزيان. في الغدلي في الصباح كتلقاها انه واجده وخامره ومضاعف الحجم ديالها، ديك الساعه كتزيد الملحه وكتزيد يعني الزرارع اللي بغات، النافع ولا البافو على حسب منين اللي بغات، الاضافات اللي بغيتوا انكم تضيفوا في العجينه، وكتغرسوها بطريقه العاديه. فهذه بسهوله، لانه قالت لي الا مثلا درناها في الصباح، ولو اننا نفيقوا مثلا في الفجر او في 7 الصباح ما غاديش تخمر، يعني ما غتكونش واجده في 12، فما غيكونش عندنا الوقت اننا نتغداو بها مثلا ونوجدوها. فمن الافضل على انه اللي عنده العجانه راه بسهوله يعجنها، ما يدير فيها لا ملح لا والو، غير يجمعها بالماء والطحين بالقمح بالنخاله ديالو والخميره البلديه. بالنسبه للمستمعه سناء العنبري مشكوره جدا، حتى هي عطاتنا الطريقه ديالها، غير هي كديرها بالتمر، فكاين بزاف ديال الانواع. سناء العنبري مشكوره جدا، قالت لي في الاقتراح هو انه ناخذوا حفنه يعني تقريبا زلافه ديال الطحين الحرش بالنخاله ديالو، وكنجمعوه بالمدافي، وكتجينا العجينه تكون خفيفه تقريبا تقل شويه من العجينه ديال البرير، يعني ما تجيناش ثقيله وما تجيناش خفيفه بزاف ثقيله، ولكن بين وبين تكون خفيفه تقريبا كتشبه العجينه ديال البرير صافي. وكنديروهم كنديروا هذا الخليط ديال الزلافه قلنا ديال الطحين الحرش بالنخاله ديالو، كنجمعوه بالمدافي وقلنا كيكون خفيف بحال العجينه ديال البغرير تقل منه شويه، وكنديروه في زلافه ديال الطين، يعني معروف على انه الخميره البلديه قد ما درناها في زلافه ديال الطين يعني بحال الناس ديال زمان قد ما كتصدق لينا وكتجي ممتازه، وكنكونوا حتى البلاصه اللي حطينا فيها كتكون صحيه، يعني حتى الظروف اللي حنا صايبنا فيها الخميره البلديه كتكون مزيانه. فملي غادي نخلطوا هادشي كله نديروه في زلافه ديال الطين، وغادي نغرسوا في هذا الخليط، نغرسوا فيه جوج ديال الثومات وسبعه ديال التمرات، وكنغطيو هذيك الانيه ديال الفخار ديال الطين، وكنخليوها في واحد المكان اللي هو مظلم تقريبا 3 ايام 3 ايام صافي. من بعد كنشوفوا على انه الخميره البلديه تنفخات، يعني طلعات شويه تنفخات، وفي نفس الوقت كنشموا الريحه ديال الحموضه ديالها، كنعرفوا على انه الخميره البلديه صافي راه وجدات. فقلت غادي ناخذوا زلافه تقريبا ديال الطحين الحرش بالنخاله ديالو، كنجمعوا بشويه ديال المدافي، كتكون عجينه خفيفه تقريبا تقل من البغرير واحد شويه، ومن بعد هذاك الخليط اللي خلطنا بيدينا كنجمعوه كنديروه في زلافه ديال الطين من الاحسن. وهذيك زلافه ديال الطين اللي درنا فيها هذا الخليط كنديروا فيها كنغرسوا فيها جوج ديال الثومات وسبعه ديال التمرات، وكنغطيوها كنخليوها في واحد المكان اللي هو مظلم 3 ايام 3 ايام الخميره البلديه كتكون واجده، باش نعرفوها وجدات. ملي غادي نهزوها في 3 ايام غادي نحلوا داك الانيه ديال الفخار ولا ديال الطين، غادي نلقاوها الريحه ديال الحموضه يعني عاطيه ديال الخميره البلديه، وفي نفس الوقت يعني منفوخه يعني طالعه في الحجم ديالها. وديك الساعه كناخذوا داك الطحين عادي بالقمح بالنخاله ديالو، وكنهزوا تقريبا زلافه صغيره ولا كاس من هذيك الخميره البلديه، وكنجمعوها يعني بلا ملح بلا والو في الاول حتى يعني كتنفخ وكت هذا، عاد ديك الساعه كنضيفوا الملح ونضيفوا المقادير اللي بغينا وكنكرصوها. وبالنسبه البارح
ما كنقرصوهاش بزاف، كنخليوها يعني باش ما كتجيناش رقيقه بزاف العجينه ديالها اللي كتكون فيها الخميره البلديه، يعني عندنا ميزانه كنخليوها شويه طالعه، يعني ما كنمرقوهاش، ما كتقرش بزاف العجينه ديال اللي فيها الخميره البلديه. فهذه طريقه من طرق بالثومه وبسبعه ديال التمرات، طريقه دليله فيها اللبن، وكتبقاو دائما كتربيو هاد، دائما كتضيفوا ليها نفس الطريقه كديروها. بحال دابا مثلا في الطريقه ديال الام ياسين، هو انه كل مره هذاك كنهزو كاس مثلا من هذاك الخليط ديال الخميره البلديه، وكنبقاو يعني عندنا في الدار مربينها، يعني في كل مره كنزيدو شويه ديال الطحين حرج بالنخاله ديالو، وكنضيفو شويه ديال اللبن اللي هو حامض، كنضيفو على داك الخليط باش دائما كتكون عندنا ودائما كتربى ودائما كنبقاو نهزو منها وكنعجنو بها وكنبقاو نزيدو بنفس الطريقه. دائما كنضيفو الطحين الحرش بالنخاله ديالو، كتجي ممتازه مع الخميره البلديه. هادو جوج ديال الطرق نتمنى تستافدو منهم، واكيد ان شاء الله في حلقات مقبله نعطيو طرق اخرى.